ولازم ياخذ الخطوه دي، لانه عيب مصر غير دلوقتي قاره افريقيا ما تنظمش دوره اولمبيه. يجب ومين اقدر من مصر بتنظيم دوره اولمبيه؟ تاريخ واستعدادات وامكانيات والى اخره. ناخذ الدوره الاولمبيه بس نستعد لها من الان عشان ما تحصلش غلطه واحده. غلطه واحده هتكلفنا الكثير. التنظيم ازاي الدقيق وازاي والناس تيجي تقول لنا تعملوا كذا وكذا وكذا، وفي احنا عندنا طاقم رياضي هنا يقدر يعمل حاجات، واداريين رياضيين على مستوى كبير جدا، واساتذه عظماء يقدر يدخلوا في الموضوع ده ويحللوه ويفسروه تفصيل. بس من دلوقتي زي ما بقول لك نعلم الجيل اللي هو 16 و17 سنه انه بعد 16 سنه هو اللي هيخدم الدوره دي. ازاي ينظم نفسه؟ ازاي تكون فيه فرق من الشباب تمشي مع الوفود وتعرف لغتها؟ تعلم لغات الناس اللي جايه، الاسباني تعلم الاسباني، تعلم لابد من الان نستعد علشان ناخد تنظيم هذه الدورة، مش لعب عيال ومش أي كلام فارغ، لا. تنظيم دورة أولمبية يعني تنظيم آخر، ونستعد له من الآن رغم أنه بيننا وبينه 16 سنة من دلوقتي. اللهم هل بلغت؟ اللهم افشل. شكرك يا محمد، كتر خيرك يا حبيبي. شكرا. ممتن على راسي. ما خليك يا بارك الله. شكرين. أنا سعيد جدا 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 النهارده بالنسبة لي، وأنا بقول أهو واحدة من أهم الحلقات اللي أنا يعني متشرف إن أنا موجود. أشكرك يا حضرتك أستاذنا وشيخنا واللي احنا فخورين بيه جدا جدا كصعايدة. أكيد أكيد. عايز حاجة تختم البرنامج ممكن؟ كاميرا قدام سيادتك. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه السهرة مع الإذاعي فهمي عمر، والتي قدم فيها الكثير من ذكرياته، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الذكريات، وإلى لقائي معكم في حلقات تأتي. السلام عليكم. أنت رجعتني يا أحمد، فاجئتني اصلا بحاجات زي كده. كنا زمان احنا حاجات كنا نكتب الحاجات دي، كان اساسي يقول لي اكتب وانت ما حدش شايفك اكتب عشان ما تغلطش. اشكرك يا احمد، شكرا على هذه السهره الجميله اللي اسعدتني بيها فعلا. يعني انا تشرفت. الله يخليك يا حبيبي، بارك الله. وثيقه والله بالنسبه لي. كتر خيرك يا احمد. اشكرك يا حبيبي. تفضل يا محمد. تفضل. تصبح على خير. على خير.